يعمل علي جدار في قطاع الصيدلة منذ أكثر من 30 عاما. على امتداد كل هذه السنوات خاض حروبا ضد الأدوية المهربة المنتشرة في الأسواق المغربية، يتعامل يوميا مع الزبائن من ضحايا هذه الأدوية غير القانونية. كاين ادويه اللي تيجيبهم في واحد البلاتفورم في هذاك المواقع وتيديو يفتيو فيهم الناس اللي لا علم لهم لا بالصيدليه ولا بالصحه ولا بالمواطن، تيبداو يفتيو فيهم وتيديروا تغليط، وهذه نتائج تناخذوا حنا تنلمسوها في الصيدليه، تيجيو عند الناس تيشرحوا لنا بان هذه الامور راه شفاف هذا وشفاف هذا وشفاف هذا وتاثر بهذاك الامور واستعمل ذاك الدواء واستعملوا بواحد الطريقه خاطئه. ويجرم القانون المغربي بيع الأدوية خارج الصيدليات المرخصة، كما تخوض الهيئات المدنية حملات للتوعية بشكل دائم، لكن هذه الآفة لا تزال مستمرة. هي مسألة يجرمها القانون بالأساس ومسألة غير منطقية باش إنسان يشري مواد مهربة خصوصا أدوية ويعتمدها على بصحته. الحاجة خصك تتبع على الأطراس ديالها، يعني دابا مثلا فاش كتشري دواء كتشوف ديك يعني ديك الورقه ديال البيانات ديالها، يعني كتعرف شنو خديتي وكتعرف المصدر كتعرف سميتو، اما الحاجه اللي كانت مهربه فيها واحد الخطر. نقابات الصيادلة بالمغرب ترى ان هذه الظاهره ازدادت حدتها خلال السنوات القليله الماضيه، وقد وجهت مراسلات رسميه الى اداره الجمارك من اجل التصدي. المسؤوليه الاولى بالنسبه الينا ترجع للمديريه العامه للجمارك من اجل تشديد المراقبه على الحدود الشرقيه والشماليه، ثم ايضا هناك السلطات المحليه التي لابد ان تقوم بدورها بما فيها ايضا الشرطه الالكترونيه لتتبع الأدوية التي تباع على مستوى الانترنت. جدل الأدوية المهربة مستمر بالمغرب، ويزداد في الأوساط الشعبية والرسمية كلما ظهرت حالات مرضى استعملوا هذه الأدوية ومسهم الضرر. من 3 أشهر إلى 5 سنوات هي مدة العقوبة الحبسية للمتورطين في قضايا الأدوية المهربة، زجر قانوني تطلب الهيئات المدنية بأن ترافق حملات توعية للمواطنين بالمخاطر. نور الدين قجان، الحرة، الرباط.